شاء الله نحاول ننتهي من الرسالة اليوم إن شاء الله فيه. وبعدها حيبقى صحيح البخاري إن شاء الله من أول باب البيوع، صحيح البخاري من باب البيوع. والجزء السابق من صحيح البخاري، احنا بادئين في صحيح البخاري بقالنا أكثر من عدة سنوات، يمكن حوالي 4 سنوات، وصلنا باب البيوع، فحنبدأ من حيث احنا واصلين. وبعدين لو الجزء الماضي متسجل، ولو مش متسجل لما ننتهي من البخاري نرجع نعيده تاني لحد ما نقف على باب البيوع، بس علشان ما نبقاش نكرر في باب العبادات كل مرة على ما نوصل لباب البيوع. الله أعلم بعد كده هيحصل ايه، يمكن تقوم الحرب مع اليهود فننشغل بالحرب بقى، فاحنا عايزين نلحق نخلص البخاري ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تغفر ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله علانيته وسره، اللهم اغفر لنا ما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين ولا لأحد من خلقك. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها أمرنا، وتلم بها شعثنا، وترد بها ألفتنا، وتصلح بها ديننا، وتحفظ بها غائبنا، وترفع بها شاهدنا، وتزكي بها أعمالنا، وتبيض بها وجوهنا، وتلهمنا بها رشدنا، وتعصمنا بها من كل سوء. اللهم أعطنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، ورحمة ننال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الفوز عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، ومرافقة الأنبياء، والنصر على الأعداء. اللهم إنا ننزل بك حاجتنا، وإن قصر رأينا وضعف عملنا افتقرنا إلى رحمتك، فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وأتوا أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألك برحمتك يا رب العالمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، نسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم يا ربي، وكما دعوناك لأنفسنا ندعوك لآبائنا وأمهاتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وعلمائنا وأساتذتنا وآل بيت نبينا وكل من له حق علينا وكل من سألنا الدعاء يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله كما يليق بكمالك وعد كماله. أما بعد، نكمل شرح الرسالة القشيرية للأستاذ الإمام أبي القاسم عبد الكريم القشيري، المولود في ربيع الأول سنة 76 و300 من الهجرة، والمتوفى في ربيع الأول أيضا سنة 65 و400 من الهجرة النبوية الشريفة، رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ونحن في أواخر وصايا المريد، يقول في فصول قصيرة بعدما قدم مقدمة طويلة في الوصية: فصل. ولا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشايخ العصمة. المريد هو الذي يريد الوصول إلى الله بهمة وعزم وعدم تكاسل، ويصل إلى الله بأن يصاحب الشيخ المربي، والشيخ المربي ليس رسول ولا نبي، فليس بمعصوم، فعليه ألا يعتقد العصمة فيهم، خلافا للشيعة، فالشيعة يعتقدون العصمة في أئمتهم
وأهل السنة يحترمون مشايخهم ولا يعتقدون فيهم العصمة. فالعصمة هي عدم فعل المعصية لا اعتقادا ولا قولا ولا عملا. المعصية التي تكون في صورة كبيرة فلا يفعلونها مطلقا بالإجماع، والصغائر هل لا يفعلها الأنبياء أيضا أم يفعلونها بحيث لا تكون منفرة ولا يقرون عليها ولا يصرون عليها خلاف، والراجح أيضا الصغائر لا يفعلونها الأنبياء مطلقا قبل البعثة وبعدها، منفرة وغير منفرة. ثم بعد ذلك يأتي المكروه، هل يفعلون المكروه؟ الراجح أنهم لا يفعلون المكروه إلا من باب البلاغ ليميز بين الأمر أنه ليس للوجوب بل للاستحباب، فيخالف الأمر مرة حتى يكون قرينة لصرف الأمر من الوجوب للاستحباب. ومعلوم أن مخالفة الأمر إن كان هذا الأمر للاستحباب مكروه فهو يفعل المكروه أحيانا. مثال: النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تشرب جالسا وأن تأكل جالسا، ثم شرب جالسا شرب واقفا وأكل واقفا، فخالف أمره، فدل على أن الأمر بالأكل من جلوس والشرب من جلوس ليس للوجوب بل هو للاستحباب. وفعل الأكل من وقوف والشرب من وقوف مكروه، فعله النبي مرة، فعل المكروه مرة، ولكن في حق النبي ليس بمكروه لأنه يبين ويبلغ، فيكون في حق النبي من باب الوجوب لأن البلاغ عنده واجب، فأفعل المكروه صورة وهو واجب حقيقة في حقه، فيكون يأخذ ثواب الواجب في فعل المكروه لأنه يجب عليه البلاغ. كذلك أمر أن يبول الإنسان من جلوس وبال واقفا مرة أو مرتين في سباطة قوم، ليبين أن الأمر بالبول من جلوس ليس للوجوب بل هو للاستحباب. فلما بال واقفا بال واقفا، والبول واقفا مكروه فقد فعله، ولكن في حقه ليس مكروها بل هو واجب من وجوب البلاغ، فهو يفعل المكروه ولكن في صورته مكروه، وعند فعله من النبي ليس بمكروه بل هو واجب لأنه يبلغ. وهل يفعل خلاف الأولى؟ كل هذه نقاط متعلقة بعصمة الأنبياء. وهل النبي يفعل خلاف الأولى؟ يفعل خلاف الأولى أحيانا لوجود مصلحة، أحيانا يفعل خلاف الأولى لوجود مصلحة، بل أحيانا يترك الواجب لوجوب ما هو أوجب منه، لأن هناك مصالح تجعله يقدم الأوجب على الواجب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلا كان يحب أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، ولكن تركها على ما هي عليه وهي ليست على قواعد إبراهيم. لماذا؟ حتى لا يقول الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتحت مكة أول ما فعل هدم الكعبة، فيتشاءم الناس، ومن طبيعة العرب التشاؤم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت البيت وأقمته على قواعد إبراهيم، وجعلت له بابان، بابا شرقيا وبابا غربيا، وجعلت بابه إلى الأرض عشان يدخله الناس، لأن قريش عملت بابه عالي ليه؟ علشان يدخلوا اللي على مزاجهم وما يدخلوش اللي على مزاجهم. النبي كان يريد أن يبنيه ويعمل له بابين مفتوحين علشان الناس تدخل وتطلع. لكن النبي لما لم يفعل؟ لأن القوم حديث عهد بجاهلية، وعندهم توارثوا تعظيم الكعبة، فلما يكون بعد نصرة الإسلام أول شيء تهدم الكعبة يجعل فيهم صدمة نفسية تجعلهم يتصدون عن الإسلام، فلم يفعل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف المنافقين اسما اسما واحدا واحد، ولكن ترك قتلهم وهم مرتدون. المنافقين في عصر النبي كان نفاق اعتقاد، كانوا يكذبونه في الباطن فهم كفار في الدرك الأسفل من النار، والنبي يعرفهم واحدا واحدا، وحكم المرتد القتل، فلم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، وعطل حكم الشرع فيهم. لماذا؟ لأنه قال: حتى لا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فترك الواجب من أجل ما هو أوجب منه، فالأوجب منه أن يدخل الناس في دين الله. فلو قتل المنافقين وهم في وسط الصحابة يشبهوا الصحابة، يصلون معه ويجاهدون معه والناس لا يعرفونهم ويظنونهم أنهم من الصحابة، فإذا قتلهم يخاف الناس أن يدخلوا في الإسلام، فيترك الواجب لما هو أوجب منه صلى الله عليه وآله وسلم.
المشايخ ليسوا بمعصومين، يعني الشيخ المربي قد يفعل الحرام لأنه ليس بمعصوم لكنه محفوظ، محفوظ فقط وليس بمعصوم. الشيخ المربي محفوظ وليس بمعصوم، يعني محفوظ كيف يكون محفوظا؟ إما محفوظ عن فعل المعصية أصلا، أو أنه إذا فعلها تذكر الله في الحال فأقلع عنها ولا يستمر فيها. هذه معنى الحفظ. ولا ينبغي للمريد أن يعتقد في المشايخ العصمة، بل الواجب أن يذرهم وأحوالهم. مشايخ بيبقى لهم أحوال فلازم برضو تعذرهم، يعني بعض المشايخ أحيانا يعني يحدث له بعض الجذب فكان لا يحضر الجماعة ولا يصلي الجمعة، فلازم تعذره ولا تعتقد أنه فعل ذلك إنكارا للشرع الشريف أو خروجا عن حد التكليف، بل لابد أن هناك معذرة حدثت له أو عذرا حدث له منعه من فعل ما هو أصلح وأفضل. ولذا يجب عليك أن تلتمس للشيخ العذر فيحسن بهم، فيحسن بهم الظن. الإمام مالك بن أنس صاحب دار الهجرة كان لا يصلي الجماعة، تقام الجماعة في مسجد النبي وهو ما يصليش وهو إمام كبير، فتجرأ بعض الطلبة سألوه فقال ليس كل عذر يقال، يبدو ان كان عنده انفلات ريح او سلس بول، مش عايز يقول للناس. هو لازم كل واحد اما يحصل له بلية يقول للناس يا جماعة الحقوا انا الريح بتطلع مني فمش هعرف اصلي. مبنى الامر على الستر، فلما تلاقي انسان سمع الجماعة بتقام وهو راح خارج من باب الجامع، يمكن خارج عايز يجدد وضوءه، هيغير هدومه، هدومه فيها نجاسة، في اي ظرف. يعني مش شرط انك انت تبقى قاعد حاطط الظن السيء للمسلمين، واضح؟ يبقى لازم تعلم هذا الامر جيدا. فيحسن بهم الظن ويراعي مع الله تعالى، او فيحسن الاثنين صح، فيحسن بهم الظن ويراعي مع الله تعالى حده فيما يتوجع عليه من الامر، والعلم كافيه في التفرقة بين ما هو محمود وما هو معلول. وهو الاول المريد ده اخذ من العلم قسطا، يعرف ازاي، يعرف الاشياء اللي فيها اعذار، ويعرف الاشياء ازاي يتلمس الاعذار للمشايخ، وازاي يتلمس لهم الكمال فيما ظاهره نقائص. فصل. وكل مريد بقي في قلبه لشيء من عروض الدنيا مقدار وخطر، فاسم الارادة له مجاز. يعني اي واحد يدعي انه هو صوفي وعايز يصل الى الله وعايز يبقى من اهل الفضل، وبعدين لسه الدنيا او شيء من الدنيا له في قلبه قدر، يعرف ان الارادة عنده مجرد ليست حقيقة، ده ظاهر بس، لان المجاز ما يقابل الحقيقة، فهو ليس متحققا في ارادته، لان اول شيء في الارادة، اول شيء في الارادة الخروج من المال والجاه، اللي يعني خروج من زينة الدنيا. وليس المقصود من خروج زينة الدنيا انك انت تقلع هدومك وتمشي من غير هدوم، او تطلع كل فلوسك، لا، تخرجها من قلبك، تخرجها من قلبك. فلو كان في قضاء بينك وبين الناس من اجل دنيا اتنازل عن حقك ليه وسيبه، فما يبقاش عندك منازعات مع الناس. اللي عايز حاجة اديها له، والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان اي انسان عايز حاجة من الدنيا ما كان بيديها له صلى الله عليه وسلم. منع احد؟ هات لي كده في السيرة من اولها لاخرة، كان في حد عايز حاجة من الدنيا والنبي منعها له وكانت في ايده؟ لم يحدث. كان يقول للناس لا تجدونني بخيلا، ويقول انما انا قاسم والله يعطي. ومدح سيدنا حسان فقال لم يقل لا قط الا في تشهده، ولولا تشهده لكانت لاؤه نعم صلى الله عليه وسلم. وكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ولما ترك داره وامواله في مكة وهاجر وفتح مكة مرة اخرى، هل طلب ان يأخذ دياره صلى الله عليه وسلم، واراد ان يأخذ الدار التي تركها؟ اين دار السيدة خديجة التي كان يسكنها هو واولاده قبل هجرته؟ واين دار عمه التي آلت اليه ارثا مع اولاد عمه والتي تربى فيها؟ لم يطالبها صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ولم يقل اين داري التي ولدت فيها، وداري التي عشت فيها وتزوجت فيها، وداري التي تربيت فيها. لم يطالب بداره ولا دار اجداده ولا ابائه صلى الله عليه وسلم. ما تركه للمسلمين لا يعود فيه ابدا صلى الله عليه وسلم. فهل تريد ان تكون مثل النبي فتنزع كل عرض من اعراض الدنيا من قلبك، فلا تنشغل ولا تلتفت الا لله؟ ان كنت هكذا فاحمد الله على ذلك، وان لم تكن فلا تدعي انك تحب التصوف او من الصوفية،
ولكن قل انك تحب القوم ولست منهم، كما قال الامام الشافعي تواضعا: احب القوم ولست منهم، لعلي بصحبتهم انال الشفاعة. فكل مريد بقي في قلبه لشيء من عروض الدنيا مقدار وخطر، فاسم الارادة له مجاز. لان الانسان يعرف، الانسان العاقل يعرف ان الدنيا فتنة، وان الدنيا بتشغل عن ربنا سبحانه وتعالى، ويكفي ان ربنا سماها دنيا من الدناءة او من الدنو، اما من الدناءة يعني الحقارة، او من الدنو يعني قرب الاجل، وفي الحالتين الاسم يعني يصب من قبل ما تعرف فيها ايه. فاذا كانت الدنيا بهذه الصورة يبقى الانسان يعرف انها داء. فتصور انت بقى لما يفوتك حاجة من الدنيا، يعني فاتك الداء تزعل؟ لما يفوتك المرض تزعل؟ اللي يزعل انه انه راح مستشفى وفيها مرضى كتير وما تعداش منهم، يبقى ده مجنون ولا عائل؟ يبقى قول احكم انت عليه. يقول لك انا قعدت في مستشفى الدرن سنين وجاتنا نيلة حظنا الهباب ما جالناش درن ولا حاجة، يبقى ده مجنون ده ولا عائل؟ السلامة لا يعدلها شيء، مش كده برضو؟ السلامة لا يعدلها شيء. فما يفوتك من الدنيا هو ما فاتك من المرض، فتحمد الله على العافية. زي بالظبط واحد شايف الدنيا دي عقربة بتقرص، فلما العقربة تيجي عليك وتروح محودة ما ترضاش تيجي عندك تقرصك، تزعل ولا تفرح؟ تزعل ولا تفرح؟ ولا انت عايز تنام والدنيا والعقربة في حضنك؟ خلاص نام والعقربة في حضنك، علشان تبقى عاقل كده وكويس، نام والعقربة في حضنك. تقوم تموت، تموت بمحبة الدنيا، يعني تموت عن الذكر. او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا. هتموت برضه، هتموت قبل الموتة الكبيرة، هتموت عن ذكر الله. فهمت بقى؟ لان خلاص خدت العقربة في حضنك فعرفتك، فنفس السم في بدنك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف ان الدنيا كده، عقربة او مرض او داء او متاع الغرور، مش ربنا قايل كده؟ فكان لا يحزن على ما يفوته منها ابدا، بل يفرح على ما يفوته منها. لكن الانسان اللي مش فاهم المساله يزعل على ان ايه ده فات، وطول النهار قاعد يعض في ايديه ندما ان ده فات وما خدش حظه من هنا، وايه وزعلان، وبيمد عينيه الى ما متع الله به الناس، وبالتالي يعيش طول عمره محروم وفي نفس الوقت ما طالش. ويقول لك يا عيني على اللي حب ولا طالش، حب الدنيا وبرضه ما طالش الدنيا. فهو ده اللي يحتاج صحيح انك تقعد تندب عليه بانه حب وما طالش. فربنا ينجينا يا سيدي. يبقى لازم كل عروض الدنيا دي كلها لا يلتفت اليها، بل اذا فتحت له ياخذها بحذر، لان الدنيا حيه تسعى، الدنيا حيه تسعى، فاذا شفتها حيه خذها ولا تخطر. لكن انت مش شايفها حيه تسعى، يبقى ما تاخدهاش بقى دلوقتي لانك هتضرك. لما ربنا يكشف لك تبقى زي عصا سيدنا موسى، كان ماسك عصاه وحطيتها في حضنه ليل نهار وماشي بيها، اللي هي دنيته. فربنا اراد يبين له الدنيا حقيقتها، قال له القها، فلما شاف حيه تسعى خاف، فقال اقبل ولا تخف. الان لما عرفت حياتها خدها ولا تخف، يبقى تاخد الدنيا ولا تخف لما تعرف حياتها، لانك هتاخدها وتنفقها في ايه؟ في مصالحها، في مصارفها، تبقى في ايدك مش في قلبك، زي ما كانت الدنيا في ايد النبي مش في قلبه كده، يوم يوزع ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. واذا بقي في قلبي اختيار فيما يخرج عنه من معلومه فيريد ان يخص به نوعا من انواع البر او شخصا دون شخص، فهو متكلف في حال. لما يخرج من ماله لله وبعدين يبتدي يتابع المال ده راح في ايد مين واستعمله في ايه، يبقى لسه ليه تعلق بالمال، هو عايز ماله يخرج منه ويبقى على عينه برضه، يعمله مستشفى، يعمله جامع، ويتابع الجامع شغال ولا لا، المستشفى كويسة وفي مرضى كتير، المريض الفقير ده خد المال ده جوز بيه بنته ولا شرب بيه سجاير ولا لعب بيه قمار ولا جاب بيه خمرة ولا عمل بيه ايه ولا جاب بيه تلفزيون ولا قاعد لسه متشوف حتى للمال اللي انفقه، يبقى ده برضه مش نافع، ده برضه مش نافع ده. فهمت؟ لانه ما زال له نوع اختيار. يبقى الانسان لما يخرج من حاجه ما يسالش. اجدادنا قال لك اعمل الخير وارميه البحر، يعني ما تتابعوش، سيبه في يد الله بقى.
هو سبحانه وتعالى اللي يفعل فيه كيف شاء. يبقى انت تخرج من مالك وتتركه في يد الله، لا تتابع هذا، لان ده نوع من التكلف المنهي عنه، وبالخطر ان يعود سريعا الى الدنيا. طول ما هو عينه متشوفة لما خرج منه وبيتابعه، يبقى ده في خطورة انه ممكن يرجع تاني، يرجع تاني للدنيا تاني يتكلب عليه، لان قصد المريد في حذف العلائق الخروج منها لا السعي في اعمال البر. خد بالك ان قصد المريد لما يطلع من ماله ان يتخلص من ماله، مش انه يسعى في عمل البر، لانه بيعتبر ان ماله ده عائق عن اعمال البر، فهدف الخروج منه ليس هدفه متابعة فيه في البر، فهم؟ لانه بيعتبر ان بخلاف العابد، العباد غير الصوفية، العابد همه ياخد ثواب، يحصل الثواب بتحصيل العبادات حتى ولو نفسه مريضة، فهم؟ هو هدفه يعرف ثواب كل عمل ويجري وراه، ويبقى نفسه مريضة لا يتابع نفسه. انما الصوفي عايز يتابع نفسه، هو عايز يتحرر من كل عائق يكبله عن الوصول الى ربه. فاعتبر المال ده عائق يكبله، والجاه عائق يكبله، والدنيا عائق تكبله، فهو يصرفها للتخلص منها لا لاجل ان ياخذ ثواب منه. فهمت المساله؟ فنظره الصوفي مختلفه عن نظره العابد، لان قصد المريد في حذف العلائق الخروج منها لا السعي في اعمال البر. وقبيح بالمريد ان يخرج من معلومه من راس ماله وكنيته ثم يكون اسير حرفه. يعني عيب المريد انه يبقى معتمد على حرفته وبيعتبر نفسه ان هو بيرزق منها. لا، ده لما ربنا يقيمك في الحرفه يقيمك تقوم انت تتعبد الله في حرفتك، ولا تعتمد على حرفتك. تتعبد الله في حرفتك ازاي؟ يعني تقصد بها نفع المسلمين، تقصد بها اتقان صنعتك، وتعلم ان الله يرزقك سواء احترفت او لم تحترف، فانت معتمد على الله لا على الحرفه، بل تتعبد بالحرفه لله. فهمت؟ يبقى يخرج من حرفتي، يعني يخرج عن اعتمادي على حرفتي في طلب الرزق، بل الرزق بيد الله وحرفته مجال عباده. من الذنوب ذنوب لا يكفرها الا السعي في طلب الرزق، فيعتبر انه يتعبد، وبالتالي يسعى واي شيء يفتح الله عليه يرضى به. بخلاف بقى الانسان الثاني اللي مش واخد باله، بيسعى في حرفته وعايز ياخد اكبر اجر ممكن، ولو الناس قطع عنه الاجر يمنع عنهم العمل. لكن الصوفي لا، حتى لو قطع عنه الاجر هو مستمر في العمل، لانه متعبد للعمل، لانه يتعبد في الاتقان ويتعبد بالخدمه للمسلمين حتى لو لم يعطوه الاجر. فان اعطوه الاجر يحمد الله، وان منعوه استمر في حرفته ويعرف ان المانع هو الله ولا يقطع عنهم خيره. فهمت بقى المساله؟ يبقى نظره الصوفي المحترف غير المحترف، يعني اللي عنده حرفة وليس عنده نظرة الصوف. انت دلوقتي لما تجيب عامل وتقطع عنه اجرته، تاني يوم ما يجيلكش، لكن الصوفي تاني يوم يجيلك وانت ما اديتلوش اجرته، لانه جاي بيتعب بيقضي مصالح المسلمين. مش الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ يعين الكل، كان الرسول يعين الكل، يعني الذي لا يجر عملا ولا حرفة كان يعينه، اما يحترف له او يعطيه. عارف يحترف له يعني ايه؟ يعني يشتغل عشان يصرف عليه، ادي معنى يحترف له. فهل انت شفت بني ادم بيشتغل علشان يصرف على غيره؟ فيحترف الاب من اجل ان ينفق على عياله، فيبقى بيحترف من اجل ان ينفق على غيره. الصوفي بقى عنده الخلق كلهم عيال الله، يبقى هم كمان عيال. فهمت بقى؟ فسعة نظرته للدنيا اوسع، فكما كان يحترف لاجل ان ينفق على عياله، فكل الخلق عيال الله، وخيركم لعيالي خيركم عندي. فهمت بقى المعنى؟ وبالتالي تبص تلاقيه بيعتبر ان الخلق كلهم هم مسؤوليته، وهذه هي نظرة النبي صلى الله عليه وسلم وراثه صلى الله عليه وآله وسلم. وكان كثير من الصحابة وكثير من الصالحين ومن بعدهم كان يعمل ليتكسب، فإذا تكسب أخذ قدر عياله ثم ينفق الباقي على عيال المسلمين. يعني بيعتبر نفسه ان هو بيشتغل عشان ينفق على نفسه وعلى المسلمين. فهمت بقى؟ يبقى الحرفة في يد الصوفي مختلفة عن الحرفة في يد غيره، مختلفة تماما. وبالتالي لو قطع عنهم خيرهم لا يقطع عنه خيره، لأنه ليس بإمعه. إذا أحسن الناس أحسن، وإذا أساء أساء، بل هو يعامل الله.
فالله سبحانه وتعالى هو الضار وهو المانع وهو المعطي، فإذا منع فالمانع هو الله فيقبل، وإذا أعطى فالمعطي هو الله فيحمد. وقبيح بالمريد أن يخرج من معلومه من رأس ماله وقنيته، قنيته يعني ما يقتنيه، ثم يكون أسير حرفة، وينبغي أن يستوي عنده وجود ذلك وعدمه، يبقى يستوي عنده الوجود والعدم. فهمت؟ لأن الحقيقة إذا نظرت إلى الدنيا ففي حقيقتها هي موجودة بالله، فإن تركها الله عادت إلى العدم، فكل ما في الدنيا في الحقيقة عدم، إذا فتشته لم تجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حساب. فالدنيا كلها كمثال السراب، لأن هي موجودة بالموجد، فإذا تركها الموجد عادت إلى العدم كما كانت. فهمت؟ حتى لا ينافر لأجله فقيرا ولا يضايق به أحدا ولو مجوسيا، ما يقعدش ينافس أحد في الرزق وفي الدنيا ولو هذا البني آدم اللي بينافسه كافر. ليه؟ لأن نفس المنافسة في حد ذاتها شغل يشغل قلب، هو مش عايز يشغل قلب، مش عشان ده كافر بقى ومغيظه، لا، ده ربنا بيقول لنا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، يعني حتى لا تكون فتنة للكافر، فإذا نفسته كره طريقتك وكره دينك فصددته عن دين الله. فالأولى أن تعامله معاملة حسنة، تعامل المسلم معاملة حسنة وتعامل الكافر معاملة حسنة. المسلم معاملة حسنة لأحقيته، لأنه أخوك أو نفسك، لأنك تحب له ما تحب لنفسك، وتعامل الكافر معاملة حسنة لأنك مسؤول أن تدعوه إلى الإسلام حتى لا تكون فتنة له فيصد عن الإسلام. ولذا وطد الصوفي نفسه على أن يكون محسنا للخلق أجمعين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتسعت دائرة إحسانه إلى الجمادات وإلى الحيوان، ونصائح النبي معروفة حتى في ذبح الحيوان كيف تذبحه، وفي الصيد لا تصطاد إلا إذا كنت جائعا، ما فيش حاجة اسمها الصيد كده لأجل الهواية، ما يعملهاش المسلمين دي، لكن لا يصطاد إلا لأجل أن يأكل، لكن لا يصطاد لأجل أن يتشفى فقط، لا، ما يعرفهاش المسلم، ما عندوش قصوة مع الأكوان، بل هو يعامل الأكوان كلها بالرحمة، والراحمون أرحمهم الرحمن، وارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويضرب لك المثال إن في إنسان دخل الجنة في كلب سقاه، والتانية دخلت النار في هر حبستها، علشان يبين لك إن الرحمة تسع كل شيء، يبقى حيثما حل كان رحمة للناس. أدي الإنسان المسلم المحترم، مش يتحجج، هو عنده غل فمش قادر ينفس الغل في المسلمين يقوم ينفسه في غير المسلمين لأنه راجل غلاوي، لا، احنا عايزك تطلع من الغل ده، انا عايزك تتعالج من داء الغل. فهمت؟ فازاي تعالج نفسك من داء الغل؟ هو مش عايز يغتاب المسلمين يقوم يبتدي يغتاب مين؟ يغتاب الكفار، يقوم لسانه يتعود اللسان الزفر، ما ينفعش، مش كده برضه؟ لا يصلح ذلك. لدرجة ان مثلا الامام السبكي ابنه دخل عليهم كلب فبيقول له يا ابن الكلب، فقال لقد سببته، قال أليس هو ابن كلب؟ قال نعم هو ابن كلب، ولكن قلتها تريد به سبه فقد سببته. شفت ازاي؟ ليه؟ لان المسلم عايز يتربى على ان لسانه ده ما يطلعش منه العيب، لا المؤمن ولا الغير مؤمن، ولا الكافر ولا الغير كافر، ما تفرقش معاه، هو عايز يأدب نفسه اصلا. وعشان كده الرسول كان ايه؟ لم يكن فاحشا ولا بذيء، وتعامل مع كل اصناف الخلق، ولكن لم يكن فاحشا ولا بذيء. هات كده في سيرة النبي من أولها لحد ما توفاه الله، قال كلمة بذيئة صلى الله عليه وسلم وقد تعامل مع عتاة الكفر والكفار؟ فهمت؟ إذا ما قالهاش أبدا صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت عايز تبقى كده على نهج هذا النبي صلى الله عليه وسلم متخلقا بأخلاقه، عليك أن تلتزم بذلك. فهمت بقى المسألة؟ وعلشان كده لا يضايق به أحدا ولو مجوسيا، ما قولش ده كافر يا عم خدها منه احنا أولى، المسلمين أولى، لا، ده بالعكس، ده الكافر ده لما يلاقيك انك سخي يحبك، ولما يحبك يتبع دعوتك ويدخل في الاسلام عشانك. شفت قد ايه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله. تصور انت عندك جار كل يوم يرمي الزبالة بتاعته في مدخل بيتك علشان وانت خارج تدوس عليه، وبعدين ما تقولوش ولا مرة ولا تبلغ عنه الحي ولا تتخانق معاه ابدا، كل اللي تعمله تروح كانس التراب ده والزبالة دي وتروح رايح شغلك وتنك راجع. يوم يجي يوم كده من الايام تطلع تلاقي البيت قدام بيتك نظيف، تقوم تسأل عليه تلاقيه مريض، فتروح تزوره وتجيب له هدية،
او النبي عمل كده. ما قريتش انت في السيره ان النبي عمل كده؟ طب لما انت عارف كده وهتعمل لي كده يعني ليه ما بتعملش كده مع الناس؟ لا فهمت ازاي؟ ليه بقى ما بتعملش كده مع الناس؟ لما انت شاطر قوي قاعد بتشغل لي رقبتك كده وعمال، لكن في وقت الجد مؤذي. فهمت ازاي؟ في وقت الجد بقى تأذي الناس، اول ما حد يقرب لك تقرصه او تعضه او تهبشه او تنهشه، ما ينفعش. او دي مختلفة. فهمت؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم في سيرته يعني لآلئ وجواهر كثيرة الانسان لازم يعرف. اهو الصوفية بقى احيوا هذه النواحي السلوكية في ايه؟ في متابعة النبي. لان متابعة النبي دي هي اعز شيء في الدنيا، هي متابعة النبي، لانك بيه بتبقى اعز مخلوق. كلما تابعت النبي كلما ازددت عزة. انما العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، والمؤمنين ما سواهمش مؤمنين الا متابعة النبي. يبقى لا تكون عزيزا الا بمتابعة النبي، ومتابعة النبي لا تكون الا جلية او خفية. مش كده بقى اقسام متابعة النبي كده؟ المتابعة الجلية اللي هي في الصلوات والصيام والصلاة والصدقة والذكر والنفقة والجهاد في سبيل الله، اللي هي كل الناس شايفينها دي المتابعة الجلية. والخفية هي بقى السلوكيات دي، ما يبقاش في قلبه غل ولا حقد ولا حسد، يعني مجموع الهمة مع الله، ما فيش اي عائق بينه وبين الله، لا يرى الا ان الله له محسنة، لا يرى الا الله له مدبرة، متوكلا عليه، محبا لقضائه قبل ان يعرف قضائه، مستسلما لامره قبل ان يعرف امره. فهمت؟ معتمدا عليه لا على الخلق ولا على شيء ولا حتى على نفسه. ادي المتابعة الباطنة. فالانسان اللي بيتابع في الظاهر يعني كثير الصلاة والصيام والعبادة والصدقة وما لهاش حلاوة المناجاة والجمع مع الله اللي هي الباطنة، يعرف ان هو عنده مرض كبير، مرض الكبر. مرض الكبر اهمها، والعجب ثانيها. ربك بيقول ايه؟ سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فصرفك الله عن آياتي لأنك تكبرت في الأرض بغير الحق. تكبرت في الأرض بغير الحق فصرفك الله عن آياتي، بالرغم أنك تتلو آياتي ليل نهار فصرفت عنه. يبقى لازم تعالج الداء الباطني ده، لأن العيب ليس في العبادات الظاهرة التي لم تذق حلاوتها، ولكن العيب فيك أنت كالمريض بالحمى يذوق الماء ويقول أنه مر، وتقدم له أحلى الطعام ويقول أنه ليس بشهي. وليس العيب في الطعام ولكن العيب في المريض، فالعيب فيك لمرضك الباطني. والمرض الباطني هذا لأنك لم تتبع النبي سلوكا، ولم تتبع النبي نظرة للحياة ورحمة للأكوان. فهمت بقى المسألة؟ فلو اتبعته وجدت لذة المناجاة، وجدت لذة العبادة، وكانت الصلاة قرة عينك، وتصير بعد ذلك مستجاب الدعوة، وتصير حيثما حللت رحمة. ولكن انت اللي معوق نفسك، انت معوق نفسك لانك متطلع لما في ايدي الناس، تريد ان تنتقم من الناس او تنتصر على الناس او تظهر في الناس او تسيطر او تجمع، ولم تقنع بما رزقك الله، واهتممت بما لا يعنيك، فشغلت نفسك بما لا يعنيك. كل هذه الاشياء كانت مكبلات لك، ثم ظلمت هذا وشتمت هذا وسفكت دم هذا. هتقول ان انا يعني ما قتلتش حد، فانت ياما جرحت الناس، وجرح اللسان اشد من جرح السنين. ياما جرحت الناس ونزفت من اعراضهم وجبت سيارهم، وجرح اللسان اشد، الغيبه والنميمه اشد من جرح السلاح. جرح السلاح يلتئم وجرح اللسان لا يلتئم. لو واحد شتمك تفضل فاكرها له طول عمرك، ولكن لو اتجرحت بعد اسبوع بيخف الجرح، لكن جرح اللسان ما ينفعش. وانت ما خربشتش حد يعني؟ مسكت واحد كده خربشته واديته بالبوكس نزلت له سنه؟ ما انت برضه عملت كده. ده بيعملوا كده في عيالهم، بيسيئوا تربيه اولادهم ويعملوا كده في عيالهم، يكوهم علشان ما يعملوش على روحهم. بيقول يا عيال كده محروقين، ليه يا بنتي حرقاه؟ وامه تقول اصل الواد بيعمل على روحه عايز ادبه. تأدبيه تحرقيه؟ فين الرحمه؟ طب ما هو من كتر خوفه هيعمل على روحه تاني. ده انت كده مش بتأدبيه، ده انت كده بتمرضيه. يعني حتى الرحمة نزعت من قلوب حتى الأمهات في تربية أولادها. فاحنا عايزين نعيد الرحمة تاني بقى، مش لأولادنا، لا للأمة كلها. هي ده، هو ده اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يجيء بكثرة صلاة وصيام وعبادة منعزلة تماما عن الدنيا،
بل من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، مش كده برضو؟ وادي ولا يضايق به احدا ولو مجوسيا. مش يقول لك يلا يا عم نقطع في فروته يا عم، اصل ده ممثل، اصل دي رقاصه، نقطع في فروتها، اصلها فاسقه مجرمه، ويقوم يبتدي بقى يشتغل لسه، يقوم يتعود على ذكر الناس بالسوء، بيتمرن علشان يبقى عنده لياقه، قاعد طول النهار ممرن لسان. لا، الممثل ده والفاسقه دي مسلمه، دي من عرضك لانها مسلمه محسوبه عليك، ولا هي كفرت؟ ما كفرتش. هل لما زانت الزانيه في عصر النبي نزعها من الامه ولا اعتبرها في الامه واخذها في حضن الامه؟ اللي زانت اللي رجمها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء سيدنا عمر شتمها قال لقد تابت توبه لو قسمت على اهل المدينه لكفتهم، اللي هي الغامديه. يبقى ما تتعلمش بقى ايه اساءه الادب مع المسلمين ولو فسقت المسلمين، لانه ما زال مسلما له حقه. فهمت؟ الفقهاء يدرسوا يقول لك ان الغيبه للفاسق ليست غيبه، الفقيه والصوفي يقول لك لا الغيبه كلها غيبه. فهمت الفرق بين الصوفي عندما يدرس الفقه وبين الفقيه عندما يدرس الفقه؟ فرق كبير. الفقيه يقول لك ما تطلعش من مالك الا اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وبعدين تطلع منه ربع العشر، والصوفي يقول لك اطلع من كل مالك. فهمت الفرق بقى بين الصوفي والفقيه؟ فهمت؟ فانت عايز تبقى فقيه ما تقعدش معانا، عايز تبقى صوفي اقعد معانا، هنفلسك، هنخليك تفلس، بس هتفلس من الدنيا، والدنيا مرض، واللي يفلس من المرض يبقى في كمال العافيه. فهمت المعنى؟ احسن ما تفلس في الاخره. سئل صلى الله عليه وسلم، سأل الصحابة، قال لهم من المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال ليس ذاك، المفلس هو الذي جاء يوم القيامة وقد أتى بصيام وصلاة وصدقة وأعمال وجهاد وغير ذلك من أعمال البر، وقد ظلم هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وسب هذا، فيعطى هؤلاء من حسناته حتى يرضيهم ربنا عشان يعفى عنه، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم وحطت عليه فكب إلى النار. هو ده المفلس. فهمت بقى المسألة؟ ده الفلس الحقيقي، إنك أنت تعمل أعمال كتيرة وسايب لسانك زي المبرد، بتعمل أعمال كتيرة وعينك قاعدة بتتطلع في أعراض الناس، بتعمل أعمال كتيرة وعينك فيما في أيدي الناس، بتعمل اعمال كتيره وانت لست راضيا عن الله ولا قانعا بما رزقك الله، طول النهار قاعد تقول الحمد لله بلسانك وقلبك بتقول جت نيل حظنا الهبات. يبقى ايهما ينظر الله، الى لسانك الكذاب ولا الى قلبك الناكر للجميل؟ ايهما يحاسبك عليه؟ تبقى الحمد لله اللي طالعه من لسان الكذاب دي معصيه في حد ذاته، لانه بيكذب على ربه، بيقول الحمد لله وهو ما بيحمدش ربنا، يبقى ده كذاب ده. فهمت بقى المسألة؟ فعايزك تخرج من القشور إلى اللب، اتنقل بقى من القشرة اللي انت قاعد طول النهار تتكلم فيها، وخش بقى إلى اللب، إلى جمال أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان مع الصغار مع الكبار مع النساء مع الأعداء مع الأصدقاء مع الأولاد مع الناس كلها مع الأكوان حتى مع الدواب. ده حمار النبي، حمار، شوف الحمار كان بيحب النبي، يعني يضربوا بالمثل في ايه؟ في انه في بلدة الحس، لما يلاقي واحد بليد الحس والفهم يقول له يا اخي وانت حمار؟ تعرف ان حمار النبي لما مات النبي انقطع عن الطعام حتى مات حزنا عليه. ادي الحمار بتاع النبي. وبغلة النبي عملت ايه بعد ما مات؟ رمت نفسها في البير انتحرت حتى لا يركبها احد بعده صلى الله عليه وسلم، من حسن معاملتي حتى الدواب كانت تشعر به صلى الله عليه وسلم، حتى الجمادات تشعر به، حتى جبل احد اللي هو جبل في اكتر من كده، جبل قسوه وعنف، الا ان الجبل التصق بقدم الشريفه واحبه صلى الله عليه وسلم، لانه كان رحمه للعالمين، فخرجت منه اشعات الرحمه لكل العالمين فاحبوا كل العالمين. فهمت بقى المسألة؟ فاذا كنت انت عايز تبقى بهذه الصوره فبها ونعمت، وتبقى انت ساعتها تابع للنبي حقيقه. النبي يقول ايه؟ أقربكم مني منزلا يوم القيامة إيه؟ أحسنكم أخلاق، ولا أكثركم صلاة؟
ولا قال اللي بيعمل العمرة في رمضان في الحرم، ولا اللي قال ايه يعني بالظبط؟ قال لك احسنكم اخلاقا، يبقى الاخلاق دي اعلى حاجة في الدنيا، انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق. فما تمرنش نفسك في شتمة الفسقة عشان تقول ما هم فسقة، بعد شوية تفضل طول عمرك لسانك زفر، ويجي الفسق ده يتوب ويبقى ولي، ويجي يوم القيامة يمسك في خناقك يقول لك انت فضحتني في كل مجلس، انا عايز حقي منك. ما ممكن يتوب قبل ما يموت ويبقى ولي، ايه المانع؟ ايه المانع يعني؟ ده ممكن تبقى بغية وتتوب تبقى من اولياء الله الصالحين، صح ولا لا؟ يبقى ازاي انت بقى ايه تعيب فيهم؟ فاتق الله. فصل. وقبول قلوب المشايخ للمريد اصدق شاهد لسعادتك. يعني لما تلاقي شيخك كده بيحبك ويبش لك ويفصح لك وكل ما تغيب يسأل عليك، دي اكبر سعادة، لان اقبال شيخك من اقبال الله عليك، لان شيخك ده عبارة عن مندوب من الله اليك او من رسول الله اليك، فاذا اقبل عليك فقد اقبل الله عليك. فهمت؟ وعلشان كده وقبول قلوب المشايخ للمريد اصدق شاهد لسعادته. يبقى لما الشيخ يكون منقبض عن مريد، اعرف ان المريد ده لا يخرج منه خير ابدا، طالما منقبض عن واحد. لكن لما يبقى متفتح لواحد ولو كان قليل العمل، اعرف ان ده هيبقى ولي كبير في يوم الايام ببركه قبوله، لان القبول ده في يد الله، القلوب دي اصلا بيد الله، هو اللي فتح قلب الشيخ لده وقفل قلب الشيخ عن ده. فالقلوب بيد الله مش بيد الشيخ ولا بيد احد، فطالما فتح قلب الشيخ للمريد اعرف ان المريد ده هيخرج منه الثمرة العظيمة. فهمت بقى؟ وعشان كده لما تلاقي احد المريدين عند المشايخ الشيخ بيقربه، اعرفه ده وصاحبه ده، لان ده من اهل السعادة ده. فهمت بقى المسألة؟ فدي مهمة الحكاية دي. ومن رده قلب شيخ من الشيوخ فلا محالة يرى غب ذلك ولو بعد حين. وقرينا احنا في القصص كتير لما الراجل اللي كان صايم وبيخدم المشايخ فقالوا له افطر معانا وليك مش عارف عبادة سنة، والتاني قال له افطر معانا وليك 10 سنين، ابى واستمر في صيامه، فانقبضت قلوب المشايخ عنه فنظروا اليه بعد 10 سنوات لقاه ارتد وصار مجوسيا. فهمت ازاي؟ شفت بقى بسبب ايه؟ مخالفة المشايخ، وانه خرج من قلبهم فطردوه لفظوه. ومن خذل بترك حرمة الشيوخ، دي أسوأ حاجة بقى، يقعد بقى يقول لك شفت الشيخ الفلاني وشيخ الطريقة الفلانية، الراجل ده على فكرة ما بيفهمش حاجة. طب والشيخ الطريقة العلانية؟ أنا رحت مشيت معاهم 2 3 سنين ما عجبونيش، بيعملوا كذا وكذا. طب والشيخ الطريقة اللي مش عارف إيه؟ فمسك لك شيخ قاعد يجرحه وراح هو في داهية مسكين. لكن لازم تعامل الشيوخ بالحرمة، لازم تعامل رموز الدين كلها بالحرمة. إذا كان المسلم ده عاصي، العاصي لازم تعامله بالحرمة، فما بالك الرموز اللي ربنا جعلها ظاهرة في هذا الدين، يبقى لازم تعملها بكمال الحرمة. فهمت؟ نظر صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة وقال حرمتك عند الله عظيمة وحرمة المسلم عند الله أشد. والمسلم هنا الألف واللام هنا إيه؟ لكل المسلم، للعموم مش كده برضه؟ للتعميم، اي مسلم حرمته عند الله اشد من حرمه الكعبه، اي مسلم، حتى لو ممثل، حتى لو ممثل، حتى لو رقاصه، حتى لو رقاصه، حتى لو كان بياكل اموال اليتامى، حتى لو بياكل اموال اليتامى، حتى لو عق والدي، حتى لو عق، مش مسلم؟ مسلم. انت مالك يا اخوان؟ انت هتشتغل له رب؟ ما يمكن يتوب يا اخي، ادعي له. يبقى حرمه المسلم عند الله اشد من حرمه الكعبه. شوف قد ايه. وانا قلت لك اصل الاسلام ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان هو كالجسد الواحد، المسلمين كل دول امه النبي دي كلها جسد واحد، والجسد ده مش فيه عورات بتستر وفيه اشياء زينه بتظهر، مش كده برضو؟ فالمسلمين العصاة دول عورات الجسد المسلم، لازم تستره بثوبك، عشان كده من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. ولا انت عايز تعري الناس وتمشيهم عرايا بعوراتهم باينه؟ فهمت؟ فعشان كده النبي نصحك بستر المسلم العاصي، لانه ده عورة جسد المسلمين فتستره. فهمت بقى؟ من ستر مسلما ستر له في الدنيا. والمسلم الصالح ده زينة المسلمين، ده يظهر بقى، ده وجه المسلمين، ده شعر المسلمين،
ده كف المسلمين، ده قدم المسلمين، دي الحاجات اللي تظهر الزينة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل المسلمين كده جسد واحد، فيه عورات تستر وفي أشياء تزين، جعلها رموز لهذا الجسد. فعلماء الدين وأهل القرآن وأهل الصلاح وأهل التقوى وأهل الذكر جعلهم الله إيه، حاجات ظاهرة كده، أعلام، نجوم وشموس ظاهرة في هذا الجسد، يجب عليك ألا تطفئ أنوارها وألا تحتقر أنوارها. والمسلم العاصي تعلم أنه عورة هذا الجسد، يجب عليك ستره وعدم فتحه، ستره حتى عن نفسك، لأن أنت نفسك ما تحبش تطلع على عورة غيرك، مش كده برضو؟ فتستره حتى عن نفسك. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر له، لما ذكر له أحد الصحابة بيقول له لو رأيت فلان وفلان يزني، يعني اتنين بيزنوا ومعيش شهود أعمل إيه؟ قال بع عليهما ثوبك واسترهما. شفت الجمال؟ مفيش فضايح، المسلم ما يعرفش فضايح، المسلم ما يعرفش فضايح، لأنه طالما مفيش شهود كافيين ويجي يقول هو اللي هيجلد، صح ولا لأ؟ هو اللي هيجلد. يبقى تعمل إيه أيها المسلم؟ النبي قال له تسترهم بثوبك. شفت المسلمين ازاي؟ وشفت الصحفيين بيعملوا ايه في المسلمين دلوقتي؟ الصحفيين دلوقتي بيدوروا على عورات المسلمين ويجيبوها في الصفحات الاولى من شتات عريضه، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى امر بستر المسلم. من ستر مسلما ستر الله في الدنيا والاخره. والمسلم لا يستر الا اذا كان عوره، مش كده برضه؟ والامام ابو حنيفه في اللي بيعيبه في رموز الدين، علماء الدين واهل القران اللي بيعيبوا فيهم، الإمام أبو حنيفة بيقول من قال لعمامة العالم عميمة فقد كفر، يعني من حقر العالم فقد كفر، لأنه صارت العمامة أيام الإمام أبو حنيفة دي رمز علماء الشريعة، فمن حقر رمز الشريعة فقد كفر بالشريعة. أدي كلام الإمام أبو حنيفة. وإحنا الوقت بيجيبوهم في الأفلام في صورة مسخرة، عمامة العالم في الفيلم تيجي في صورة مسخرة، مش كده برضه؟ وده حرام، يصل الى درجة الكفر عند الامام ابو حنيفة. وبعدين ساكتين، ما ينفعش. وبعدين بنقول بعد كده احنا بنصلي بقالنا 20 سنة وما شفناش حلاوة الصلاة، ولا وبنصوم بقالنا 30 سنة وما شفناش حلاوة الصيام. ما هو انت مكبل نفسك بهذه الاشياء التي منعتك من ايه، من استطعام لذة الايمان، فاصابتك بالحمى فمنعتك من ايه، من انك انت تتذوق حلاوة الذكر، تتذوق حلاوة المتابعة، تتخلص انت من هذه الاشياء اللي مكبلاك عشان تعرف تنطلق. انت بقيت مشلول والناس منطلقه، شليت نفسك انت بايه، بحقوق الناس المتعلقه برقبتك، كل ما تيجي تقوم حقوق الناس تجرك تقعدك تاني، كل الناس بتجري الى الله وانت مش عارف تجري، مش عارف تجري، لانك مكبل بشهواتك، مكبل بعلائقك، مكبل بمعاصيك. فهمت ازاي؟ اترك هذه الاشياء وفر الى الله. ربنا قال لك فروا الى الله. ومن خذل بترك حرمه الشيوخ فقد اظهر رقم شقاوته، يعني علامة شقاوته انه ايه؟ انه ما بيحترمش المشايخ، دي علامة الشقاء. وذلك لا يخطئ، خد بالك ان لم يحتقر احد المشايخ الا وكان من اهل الشقاوة، خد بالك من الحتة دي، يقول لك ولا يخطئ. ومن اصعب الافات في هذه الطريقة صحبة الاحداث. دي نقطة مهمة. يبقى الانسان لسه في بداياته عايز يصل الى الله، يقوم بدل ما يصحب من يعني يرفع همته الى الله ويدله على الله، لا يصحب ايه، الجماعة الشباب الصغيرين اللي قد واصغر منه، ويفتكر ان كلامه هو الحجة، ويبتدي يتأسى بهم ويفهم فهمهم ويمشي معاهم. ايه هي دي بقى اللي بتكبلهم. انت دلوقتي لما بتشوف العيال الشباب اول ما يبتدي يتدين ويروح يصلي في الجامع، يتلموا عليه الشباب اللي زيه اللي بيقروا ايه المنشورات اللي بيوزعوها على المسلمين دي علشان يكرهوا المسلمين في بعضهم البعض، وعشان يشككوا المسلمين في عقائدهم. يوم العيل من ده يتلمع العيل اللي زيه ويربوا الاثنين لحاهم ويفتكروا نفسهم بقى رجاله علشان لحيتهم كده طولت، ويمشوا فاهمين ان هو الدين كله عند الجدع ده، صاحبه ده هو ده عنده الدين كله، اصله قرا الصفحه الدينيه في مجله نيكي، فبقى شاطر بقى وعرف الدين كله، ومواظب على مجلة ماجد ومجلة مش عارف ايه، بيقرا الصفحات الدينية فيها، فبقى علامة. ويبتدي يمشوا مع بعض ينقضوا المفتي وينقضوا الشيخ الازهر وعلماء الدين وينقضوا الامام اللي بيصلي بيهم في الجامع وينقضوا ابوهم وامهم اللي بيربوهم. واخد بالك؟ انت شايف كل يوم احنا شايفين العيال دي بتعمل ايه في نفسها وفي اهاليها.
ادي صحبة الاحداث، دي اسوأ حاجة في الدنيا صحبة الاحداث. انت عايز تصل الى الله يبقى شوف مين الناس اللي هم اهل الله اللي ياخدوا بيدك، مش تصاحب الاحداث. ومن اصعب الافات في هذه الطريقة صحبة الاحداث. ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فبإجماع الشيوخ ذلك عبد اهانه الله عز وجل وخذله، بل عن نفسه شغله، ولو بألف ألف كرامة أهله، ولو بألف ألف كرامة أهله. يعني حتى لو كان بيشوف النبي في الرؤى، حتى لو عنده كرامات وماشي مع الأحداث هيروح في داهية برضه. انت زي ما تفتكرش انه هيجي منه خير. انت نفسك اما بيبقى ابنك في سن المراهقة تلاقيه ما بيسمعش كلامك ويسمع كلام صحابه، صح ولا لا؟ هم دول اللي بيوجهوه في سن معين كده. العيل من دول ولا البنت تاخد كلام صحابها اكتر من كلام ابوها وامها، سن 13 كده لحد سن 18 سن الجنان بتاعهم ده، مش عايزين يسمعوا كلام حد. يا سلام بقى لو ابوها قال لها اللبس ده حلو وصاحبتها قالت لها وحش يبقى وحش، لو امها قالت لها الموضوع ده كويس وصاحبتها قالت لها وحش يبقى وحش. هي على حسب صاحبتها ما تقول لها. فهمت بقى؟ يروحوا في داهيه. يوم يصعب ايه؟ يصعب انك انت تربيهم. وعلشان كده لازم الواحد يخلص من هذا، ما تبقاش في طريقك الى الله مراهق تصحب المراهقين فتسمع كلامهم، لا ما تبقاش زي المراهق ده الشاب النكفي ده اللي هو المناكف اللي هو مش عايز يسمع كلام ابوه وامه وبيسمع كلام صاحبه. فهمت بقى المسألة دي؟ خطيرة الحكاية دي، في الطريق الى الله خطيرة. وهب انه بلغ رتبة الشهداء، حتى لو بلغ رتبة الشهداء لما في الخبر تلويح بذلك، أليس قد شغل ذلك القلب بمخلوق؟ وأصعب من ذلك تهوين ذلك على القلب حتى يعد ذلك يسيرا، وقد قال الله تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وهذا الواسطي رحمه الله يقول إذا أراد الله هوان عبد ألقاه إلى هؤلاء الأنتان والجية. سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول، سمعت محمد بن أحمد النجار يقول، سمعت أبا عبد الله الحصري يقول، سمعت فتحا الموصلي يقول، صحبت 30 شيخا كانوا يعدون من الأبدال، كلهم أوصوني عند فراقي إياهم وقالوا لي اتقي معاشرة الأحداث ومخالطتهم. ومن ارتقى في هذا الباب عن حالة الفسق وأشار إلى أن ذلك من بلاء الأرواح وأنه لا يضر، وما قالوه من وساوس القائلين بالشاهد وإيراد حكايات عن بعض الشيوخ لما كان الأولى بهم إسبال الستر على هناتهم وآفاتهم الصادرة منهم، فذلك نظير الشرك وقرين الكفر. يعني إيه؟ يعني كأنها حتى لو قال إن لو تهاون في نصائح الشيوخ بترك الأحداث وقال دي اشياء بسيطة ربنا يكفرها ويغفرها، كأنها زي المعاصي بريد الكفر، عليه ان يتركها. فليحذر المريد من مجالسة الاحداث ومخالطتهم، فان اليسير منه فتح باب الخذلان وبدء حال الهجران، ونعوذ بالله من قضاء السوء. فصل. ومن آفات المريد ما يتداخل النفس من خفي الحسد للإخوان، دي برضو حاجة مهمة. حتى لو مشي مع إخواني بقى الصالحين اللي بيربيهم الشيخ ومشي مع الشيخ وبيخدم الإخوان، يوم يلاقي إيه بعض الإخوان كده أكثر منه همة في الطاعة، أكثر منه همة في العبادة، أكثر منه فهما في علوم الدين، يوم يبتدي إيه يحسده في قلبه بقى. فدي برضو من ضمن الآفات الوحشة. ومن آفات المريد ما يتداخل النفس من خفي الحسد للإخوان والتأثر بما يفرد الله عز وجل به أشكاله من هذه الطريقة وحرمانه إياه ذلك. يلاقي كل يوم واحد من زمايله اللي هم بيروحوا للشيخ زيه وبيحافظوا على نفس الأوراد وعاملين نفس النظام، بيقولك أنا شفت النبي في الرؤية، وده يقولك أنا مش عارف إيه، وده ما شافش حاجة غلبان، ومبتدي يحسدهم. واخد دي مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، ما تحسدش حد أحسن. وليعلم أن الأمور قسم، وإنما يتخلص العبد عن هذا باكتفاء بوجود الحق وقدمه عن مقتدى جوده ونعمه، بوجود الحق وقدمه عن مقتدى جوده ونعمه، لأن الجود والنعم متجددة حادثة،
أما الله فهو قديم بائي يعني قائم بذاته باقي سبحانه وتعالى لا يتغير. فكل من رأيت أيها المريد قدم الحق سبحانه رتبته تحمل أنت غاشيته. يعني إيه؟ كل ما تلاقي واحد كده ربنا اصطفاه كده من الإخوان أنت بقى إيه اخدمه، اشتغل إيه خدام عنده، تغسل له هدومه، تجيب له أكله، تفرش له فرشته، تخدمه. فإن الظرفاء من القاصدين على ذلك استمرت سنتهم، لأن ممكن يبقى إيه الاتنين ماشيين مع بعض واحد يوصل والتاني ما يوصلش، تخدمه لأنه هياخد بإيدك. لو اتفتح له الباب هيقول يا رب ده برضو صاحبي معايا، يا رب دخله معايا. وربنا سبحانه وتعالى هيدخلك معاه حتى لو أنت مش من أهل الدخول إكراما له، مش كده برضو؟ واعلم ان من حق المريد اذا اتفق وقوعه في جمع ايثار الكل بالكل، فيقدم الجائع والشبعان على نفسه. يعني لما يبقى المريد في مجموعة من الناس يبقى يؤثر كل الناس بكل ما عنده، ما يخبيش حاجة عنهم ابدا. فهمت بقى ازاي؟ طالما في جمع ايثار الكل يعني كل الجمع، مش يختار من الناس يكرمهم وناس تانية يحتقرهم وناس تانية لا يأبه بهم وناس تانية ما يبصلهمش وناس تانية متخانق معاهم ومقسم الناس كده عاملهم احزاب، لا ده يؤثر الكل بالكل، عنده الكل بيعملهم لله. فهمت ازاي؟ فيؤثر الكل بالكل اي بكل ما يملك، مش يبقى عنده خيار وفقوس. فهمت؟ عارف انت خيار وفقوس؟ فيقدم الجائع والشبعان على نفسه ويتلمذ لكل من اظهر عليه التشيخ، ويتلمذ لكل من اظهر عليه التشيخ او اظهر عليه التشيخ وان كان هو اعلم منه. يعني يخش في وسط المجموعه ويلاقي مثلا واحد في وسطهم قاعد بيقرا عليهم حاجه، بيتعلم عليهم حاجه، هو يمكن حتى لو اعلم منه يقعد في الحلقه يسمع، مش يقول له ايه يا عم انت وصلت خلاص انت لسه بدري عليك عشان تقول الكلام ده، او يقعد يصحح له كل حاجة عشان يهون كلامه ويضعف كلامه أمام القائلين. يبقى بالطريقة ده قاعد عشان يظهر، مش قاعد علشان يتتلمذ. فهمت؟ ودي بتحصل كتير. ولا يصل إلى ذلك إلا بتبريه عن حولي وقوته. يبقى لازم أما يحضر كده في حاجة زي دي يعتبر نفسه حتة خرقة مرمية، لا اختيار له، مش قاعد كده يقوم يلفت النظر إليه بكلامه علشان الناس كلها ايه تبص تشوف مين اللي بيقول الكلام الحلو ده، يقوموا ينفضوا عن ده ويلتفوا حول ده. الله، ده انت جاي بقى بتخطب ودهم، ده انت جاي بقى انت عايز تبقى انت الرئيس، ده انت نفسك قاعدة بتلعب من حواليك زي الحية وعايزة تطلب الشهرة وتطلب التزكية، وربك بيقول ولا تزكوا انفسكم واعلم بمن اتقوا. فهمت؟ فخد بالك من الحاجات دي. ولا يصل إلى ذلك إلا بتبريه عن حوله وقوته، بتبريه عن حوله وقوته وتوصله إلى ذلك بطول الحق بطول الحق ومنته. يعني ولا يصل إلى ذلك إلا بفضل الله وبخروج عن حوله وقوته. فصل. وأما آداب المريد في السماع، لما يجي يحضر كده المريد عند أو الصوفية عموما لا يعني يوطدوا أماكن معينة وأوقات معينة للسماع. السماع يعني ايه؟ يعني الاشعار والانشاد والحاجات دي. لكن اذا جات لهم بغير معاد فيسمعوا ليها اداب. فهمت ازاي؟ يبقى ليها اداب اذا جاءت اليهم بغير معاد فلها اداب في السماع. فهمت؟ واما اداب المريد في السماع فالمريد لا تسلم له الحركة في السماع بالاختيار البتة. فان يعني لا يمكن في السماع يقعد بقى ايه يتهز كده ويسقف ويدندن ويعمل نفسه بتاع باختياره، والا يبقى ده تكلف. فاهم؟ يقعد يسمع من سكون كده وهدوء، اذا غلبه الحال اتحرك معلش، اذا غلبه الحال وتحرك معلش. لكن مش هو اول ما يلاقي الراجل بس جاي هيقول ايوه يا عم الشيخ، ويقعد بقى يعمل كده. ما ينفعش الطريقه دي، زي طريقه المصريين يعملوا كده حتى في سماع القران، مش كده برضو؟ ما ينفعش. لسه الشيخ بيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما قالش حاجه، ايوه يفتح عليك احنا اهو غزينا، ما تقعد بالادب كده والحشمه.
فهمت ازاي؟ فما بالك بقى لو بيقول اشعار، اذا كان بيقول القران في مجلس كانوا بيعملوا فيه كده، فما بالك هيقول لهم اشعار هيعملوا فيه ايه يعني؟ فعلشان كده الحشمه والادب مطلوب، مش كده برضو؟ الادب فضلوه على ايه؟ العلم. واما اداب المريد في السماع فالمريد لا تسلم له الحركه في السماع بالاختيار البتة، فان ورد عليه وارد حركه، يعني الوارد ده شيء من الله بقى غصب عنه، ولم يكن فيه فضل قوه انه يقدر يمنعه، يعني لو جاله الوارد الحركه ده وبعدين عنده لسه قوه رباطه الجيش يقدر يمنعه، يمنعه. يقعد كده يقول له عيب اختشي، خليك ثابت كده عيب جوه نفسه. ولم يكن فيه فضل قوة بمقدار الغلبة يعذر، يبقى ساعتها لما يخرج منه الحركة غصب عنه معلش يعذر بقى. فإذا زالت الغلبة، وأول ما يزول عنه الغلبة يرجع يقعد تاني ويسكن تاني، مش هي حكاية بقى. يجب عليه القعود والسكون، فإن استدام الحركة مستحليا للوجد من غير غلبة وضرورة لم يصح. فإن تعود ذلك يبقى متخلفا لا يكاشف بشيء من الحقائق، فغاية أحواله حينئذ أن يطيب قلبه، بس غاية، بس لو استمر بقى في الحكاية دي، غاية الحكاية أن قلبه بينشرح شوية بالسماع وقلبه بيستريح شوية، لكن ما يبتقيش. وفي الجملة إن الحركة تأخذ من كل متحرك وتنقص من حاله، كمان للحركة بتنقص المتحرك، مش كده برضو؟ اي حركة كده تنقص المتحرك. المصريين يقول لك من خرج من داره اتقل مقداره، مش كده برضو؟ لان الخروج من الدار حركة بتنقص المتحرك، فهمت ازاي؟ وتنقص من حاله مريدا كان او شيخا، الا ان تكون باشارة من الوقت او غلبة تأخذه عن التمييز. اما غلبة تأخذه عن التمييز معلش، اذا غلب حاله معلش يعذر، واللي مغلوب الحال بيبقى ظاهر قدامك بتعذره انت لوحدك، لكن اللي بيمثل برضه ظاهر قدامك، فهمت ازاي؟ فما بتعذروش. فان كان مريدا اشار عليه الشيخ بالحركه تتحرك على اشارته فلا باس، اذا كان الشيخ ممن له حكم على امثاله. بعض المشايخ يخلي المريد يتحرك عند ذكر معين بحركه معينه من باب الاشاره والتاديب علشان يجاري القوم يعني، فهمت ازاي؟ فاذا اشار اليه شيخه يتحرك تادبا، فهمت ازاي؟ علشان مثلا افرض هي جلسه كلهم مثلا بيقولوا ايه، لا اله الا الله لا اله الا الله، هيقعد لهم خازوق كده اهو، فهمت ازاي؟ لا يقوم الشيخ يحركه يشير اليه، يبقى ساعتها باشاره الشيخ لا باس، اذا كانت باشاره الشيخ فلا باس. واما اذا اشار عليه الفقراء بالمساعده في الحركه فيساعدهم في القيام، هو قاعد في وسط الناس بيذكروا من جلوس وبعدين فجأة هم بيحبوا يذكروا من قيام بعد فترة، فقاموا كلهم، ما يفضلش قاعد هو زي الخازوق كده، يقوم كمان، أشاروا إليه بالقيام يقوم، اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبك، فيقوم، وإلا هيستوحشوا منه، يخلي في قلوبهم وحشة من جهتي، ويمكن في وسطهم أولياء، فإذا استوحشوه طرد من إيه؟ من التقدم في طريقه إلى الله، فهمت؟ فيبقى في الحالات دي آداب معينة. يبقى امتى يترك الحركة، امتى يتحرك، امتى يسكن، كل دي اداب لازم الانسان ياخد باله منها مع الناس. واما اذا اشار عليه الفقراء بالمساعدة في الحركة فيساعدهم في القيام وفي اداء ما لا يجد منه بدا مما يراعي عنه الاستحاش لقلوبهم، ثم ان صدقه في حاله، ثم ان صدقه في حاله يمنع قلوب الفقراء من سؤالهم عند المساعدة معهم. يعني هو لما بيغلب عليه الوجد ويتحرك غصب عنه، صدقه ده بيخلي الناس اللي حواليه تتحرك معاه غصب عنه، بيتأثروا بيه، فهمت ازاي؟ فما مش هيحتاج ان يشير اليه. واما طرح الخرقة، كان زمان في نظام حاجة اسمها ايه، عند السماع لما يأخذ الوجد ويجي يقوم كده ثم يقع منه عبايته، يقع منه شاله، فلما يقع منه يديه هدية للقوال، فهمت ازاي؟ سموها طرح الخرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع كعب بن زهير ايه بيمدحه عمل فيه ايه؟ طرح خرقتي عليه، يعني خلع عباءتي اليه، مش كده برضه؟ فطرح الخرقة لهم عندهم أدلة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فبيتكلم هنا على طرح الخرقة، يعني لما يقوم كده يعني يأخذه الوجد ويتحرك فيقع منه الشال، تتخلع منه عمته،
يقع منه البلطو اللي لابسه، واخد بالك، يقع منه الموبايل محمول بقى، ما هو خرقه. يعني اللي يقع منه صدقه، واخد بالك ليه؟ لانه يديه بقى هديه للناس، يديه هديه للناس لانه ربنا فتح عليه هذا الباب على لسان هذا، فيهديه بقى. فهمت بقى المعنى؟ زي ما ربنا فتح عليه هذا الباب على لسان هذا فيديله، يديله حاجه كده يكرمه. واما طرح الخرقه فحق المريد الا يرجع في شيء خرج منه البته، يعني اللي وقع منه مش بتاعه. فهم؟ اللهم الا ان يشير عليه شيوخ بالرجوع فيه، الا اذا شيخه قال له لا خد ده معلش ما يجراش حاجه، يبقى خلاص. فياخذه على نيه العاريه بقلبه، ثم يخرج عنه بعده من غير ان يستوحش قلب ذلك الشيخ. يعني حتى لو الشيخ اشار اليك تاخد اللي وقع منك، خده قدام الشيخ واطلع اتصدق بيه برضه، عشان تطيب قلب الشيخ وفي نفس الوقت ما ترجعش في ايه؟ في هبتك. واذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقه، في بعض الطرق اللي بيقع منهم عادتهم كده، اول ما يجي لهم الوقت يرموا الايه؟ عباياتهم ويرموا حاجاتهم ويسيبوها ويمشوا، ياخدوها الناس، ما لهمش دعوه بيها خلاص، ما يشوفوهاش. وإذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة، طبعا في مصر ما فيش الحكاية دي دلوقتي، بيربط الخرقة. لكن مشهورة الحاجات دي في بعض الطرق في المغرب العربي وفي ليبيا وفي تونس والجزائر، في بعض البلاد دي وفي أفريقيا، يعني عندهم العادات دي متوارثينها من مشايخهم جيلا عن جيل، كابرا عن كابر، فتلاقي لسه موجودة عندهم. وأما طرح الخرقة فحق المريد ألا يرجع في شيء خرج منه البتة، اللهم إلا أن يشير عليه الشيخ بالرجوع منه فيأخذه على نية العارية بقلبه، ثم يخرج عنه بعده من غير أن يستوحش قلب ذلك الشيخ. وإذا وقع بين قوم عادتهم طرح الخرقة وعلم أنهم يرجعون فيها، فإن لم يكن فيهم شيخ تجد حشمته وحومته، وكان طريق هذا المريد ألا يعود في الخرقة، فالأحسن له أن يساعدهم في الطرح، ثم يؤثر به القوال إذا رجعوا فيها. إذا كان من قوم بيطرحوا الخرق وياخدوها تاني عادتهم كده يعني، فما بيعتبرهاش عيب، يبقى وقعت منه خرقته وهو كانت عادته ان اللي يقع منه ما ياخدوش، يبقى ياخده قدامهم ويديه للقوال بعد كده، يديه للقوال اللي هو المنشد يعني. ولو لم يطرح فإنه يجوز إذا علم من عادة القوم أنهم يعودون فيما طرحوا، فإن القبيح إنما هو سنتهم في العودة إلى الخرق لا في مخالفته لهم، على ان الاولى الطرح على الموافقه ثم ترك الرجوع فيه. يعني بيقول لك حتى لو كانت عادتهم اخذها فالاولى تركها، لان عاده الصوفي عموما اذا خرج من شيء لا يعود اليه، مش كده برضه؟ زي المهاجر لا يعود الى دار هجرته التي هاجر منها ابدا، درجه ان الصحابه لما كانوا يروحوا يعملوا عمره او حج، مجرد يخلص يجري على مكه على المدينه، يخاف لحسن يموت في مكه اللي هي الدار التي هاجر منها. فهمت ازاي؟ لانه مش عايز يبقى حتى عائدا ولو في الصورة، فلا يعود في شيء تركه لله ابدا. فهمت بقى المعنى؟ فبيقول الاولى الترك. ولا يسلم للمريد البت التقاضي على القوال. سمعنا يا عم الشيخ حتة كده من القصيدة الفلانية، ما يقولش دي في المريد الصادق، ما يقولش كده، بيعتبر اللي بيجي على بال القوال يريد ان يقول دي رسالة من الله له، فلا يختار. فهمت؟ لا يختار، ده رزق سقاه الله لك، خلاص ما تختارش. فهمت؟ زي برضه في اكله وشربه، ما يقولش اكلوني كذا، اللي ربنا يختاره له ياكله، ولا يعيش طعام قط، ولا يتكلف الغائب. فهمت؟ يبقى كذلك السماع ده قوت الروح، والطعام قوت البدن، فهو لا يتخير في الطعام اللي هو قوت البدن، ولا يتخير في الاقوال اللي هي قوت الارواح. فهمت بقى المعنى؟ فما يتخيرش على القوال ابدا. ولا يسلم للمريد البت التقاضي على القوال، لأن صدق حاله يحمل القوال على التكرار. ده هو القوال نفسه لما بيلاحظ انك انت تأثرت قوي بالحتة دي يروح مع مكررها تاني لوحده، لأن اللي بيبقى بيقول بيبقى عينه على السميعة، فأول ما يحس كده ان هم وجابوا بالشطر ده مثلا أو المعنى ده، يقوم يفضل يعيد فيه ويزيد فيه، فما تقولوش عيد تاني، لأن ده كشف عن حالك. الله يا عم شيء الجمال ده، الله ما انت قلت للناس ان حصل لك جمال، ده شهرة دي ولا ايه؟ انت عايز تشتهر ولا ايه حكايتك؟ فهمت؟ واحنا طريقنا طريق الايه؟ الستر مش طريق الشهرة.
لأن صدق حالي يحمل القوال على التكرار ويحمل غيره على الافتضاء. ومن تبرك بمريد فقد جار عليه. لما يلاقي واحد لسه في بدايته وبعدين بعد كده يتبرك به يبقى كأنه ظلم. ليه؟ لأنه حب الظهور الحرص، حب الانتقام، الحسد الحقد، حب الانتصار للنفس، حب التميز، هو عايز كل الفترة دي كلها يخلي قلبه من مثل هذه الخواطر الزميمة. والذي لابد لهم منه إقامة الفرائض والسنن الراتبة. يبقى ما يقللش عن الفرائض والسنن الراتبة، دي اللي ما يقللش عن الحد الأدنى، بعد كده بقى يشوف حسب ما تيسر له. فأما الزيادة من الصلوات النافلة في استدامة الذكر بالقلب أتم لهم، زي ما قالت الحج يداوم الذكر بقلبه مش شرط باللسان، يبقى أتم له. ورأس مال المريد الاحتمال عن كل أحد بصيبة النفس. الاحتمال عن كل أحد يعني من كل أحد، يتحمل الناس كلها. رأس ماله الحقيقي في الطريق إلى الله أنه يتحمل كل الناس. فهمت ازاي؟ يعني ما يتزربنش ابدا ولا يغضب ابدا ولا يأذي حد ابدا بلسانه او بنظرته، يبقى يتحمل كل الناس، ده رأس ماله. بطيبة النفس وتلقي ما يستقبله من الناس من ادب الرضا والصبر على الضر والفقر وترك السؤال والمعارضة في القليل والكثير فيما هو حظ له، فيما هو حظ لنفسه يعني. ومن لم يصبر على ذلك، واللي ما يصبرش على كده بقى يبقى يروح يدخل السوق يشتغل تاجر هناك في السوق ويقعد يماري الناس ويبيع ويشتري ويكلم الناس ونخلص منه. فإن من اشتهى ما يشتهي الناس فالواجب أن يحصل شهواته من حيث يحصلها الناس من كد اليمين وعرق الجبين. يعني ما يقعدش هو متفرغ للعبادة ويطلب طلب الرزق وبعدين في الآخر يطلب من الناس أنا نفسي حتة لحمة، ممكن تجيبوا لي لحمة وأنتوا جايين؟ انا الهدوم بتاعتي دي دابت يا جماعه، ما عندكش هدوم كده جديده كده لان الدنيا الشتاء دخل وانا بردان، ما عندكش حاجه؟ لا، ده كده ما يبقاش بقى عابد، ده بقى متوكل على الخلق وبقى امله فيما في يد الناس. يبقى في الحاله دي طالما مش قادر يصبر يبقى يروح يشتغل في السوق بقى ويبقى من كد يمينه يجيب حاجات نفسه احسن ما ينتظر ما في ايدي الناس. فهمت؟ اي خديها. خديها ما يجراش حاجة، ما جاءك بغير مسألة هو رزق، خلاص ما جاءك من غير مسألة خديها واديني حتة منها. ما جاءك من غير مسألة رزق ساقاه الله لك، خلاص طالما من غير سؤال خلاص. وإذا التزم المريد استدامة الذكر وآثر الخلوة فإن وجد في خلوته ما لم يجده قبله إما في النوم وإما في اليقظة أو بين اليقظة والنوم من خطاب يسمع أو معنى يشاهد مما يكون نقضا للعادة فينبغي ألا يشتغل بذلك البتة ولا يسكن إليه، ولا ينبغي له أن ينتظر حصول أمثال ذلك، فإن ذلك كل شواغل عن الحق سبحانه وتعالى. المشكلة في المريدين بقى أنه هو عايز يواظب على الورد بتاع الشيخ ويمشي على نصيح الشيخ وبعد شوية بقى يمشي على المية ويركب الهوى ويشوف النبي كل يوم في الرؤية ويحط ايده على السيسيخ يبقى شربات ويبقى حاوي. لو ما بقاش كده يحس ان هو مش ماشي كويس، هو عايز يبقى كده. يقول لك لا، ينبغي للمريد الا ينظر لمثل هذه الاشياء ابدا ولا يسكن اليها ابدا لانها شواغل تشغله عن الحق. فاهم؟ فلو كان احيانا في بداية الطريق كان ربنا بيدي لك رؤية حلوة كده ولا حاجة كويسة تيجي تقول يا رب يوم يستجيب في الحال، ومجرب انت معاك كم مره وبعدين قطع عنك هذا المدد مع استمرارك انت في الطريق فتنشغلش وتقول انا بقيت وحش ولا كويس ولا حاجه خالص. استمر لان انت هدفك الوصول الى ربك لا تحصيل هذه الكرامات والمكاشفات. فاهم؟ لانها شواغل شواغل. شيخ اسماعيل صادق العدوي لما ربنا كشف له عن عيوب الناس بقى يشوف البني ادم كده جاي له يشوف عيبه، يعرف ده قطع رحم، ده واكل قرصه، ده حشاش، ده مرتشي، ده تارك الصلاه، ده عق والديه، بمجرد دخوله عليه كده ربنا جعله من اهل الكشف في الستينيات. حكى لنا هو الشيخ اسماعيل صادق العدوي كده، فانشغل بعيوب الناس لدرجه ما بقاش طايق يعيش مع الناس، بقى مش عارف يعيش، ضاقت به الارض بما رحبت، هو نفسه بيقول كده، بقيت مستحمل اشوف الناس لان بشوف عيوبه قبل الناس. فراح عمل عمره مخصوص وتشبث بالكعبه ان ربنا يصرف عنه الكشف ده ويبقى زي بقيه خلق الناس.
لانه انشغل بعيوب الناس عن عيوب نفسه، وانشغل بعيوب الناس عن ذكر ربه. فهمت؟ فما تفتكرش انها نعمة، ده نقمة. فكويس ان ربنا ستر العباد عنك وسترك عن العباد، تحمد ربك تماما على هذا عشان تستمر ايه في فيما انت من طاعة الله. ولا بد له في هذه الاحوال من وصف ذلك للشيخ حتى يصير قلبه فارغا عن ذلك. ويجب على الشيخ ان يحفظ عليه سره فيكتم عن غيره امره ويصغر ذلك في عينه، فان ذلك كله اختبارات. يعني يروح للشيخ يوم يقول للشيخ انا شفت رؤيا امبارح، مش يقول ما يجراش حاجه الحمد لله بشاره كويسه، لكن لا تركن اليه مش مشكله، ممكن ما تشوفش ويبقى احسن من كده. مش يقول له يا سلام يا مولانا انت وصلت، يقوم ايه يوديه في داهيه. لا، فهمت ازاي؟ يعني ما يخلوش يركن اليه، فان ذلك كله اختبارات والمساكنه اليها مكر، فليحذر المريد عن ذلك وعن ملاحظتها وليجعل همته فوق ذلك. واعلم ان اضر الاشياء بالمريد استئناسه بما يلقى اليه في سره من تقريبات الحق سبحانه وتعالى، لا، ومنته عليه باني خصصتك بهذا وافردتك على اشكالك. يوم يجي له بقى ايه في سره انه هو بقى كويس، ربنا فتح له بعض المعارف، فتح له بعض الفهوم، يوم يأنس لنفسه يقول يا سلام ده انا الظاهر وصلت، ده انا ربنا فتح عليا ما شاء الله الحمد لله. يبتدي يركن بينه وبين نفسه، كل ده جوه نفسه، ما قالش حد، ده جوه نفسه. فدي من اخطر ما يكون، فانه لو قال بترك هذا فمن قريب سيختطف عن ذلك فيما يبدو له من مكاشفات الحقيقه. يعني لو عزم على ترك هذا، على عدم الالتفات الى التخصيصات والى المكاشفات، ربنا سبحانه وتعالى هيرقيه الى ايه اعلى من ذلك. واصل تجليات الترقي لا نهايه له، ما تفتكرش ان الطريق له نهايه، الطريق ده يعني لدرجه ان اهل الجنه في الجنه ما زالوا يترقون، تفتكرش انك انت هتوصل لنهايه. الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به علما، كلما اعلمك عن سر من اسراره كان ما لا تعلمه اكثر كثيرا مما لا تعلمه. ومكاشفات الله لا نهايه لها، لان الله سبحانه وتعالى لا نهايه لعلمه سبحانه وتعالى، ولا نهايه لعظمته، ولا نهايه لمعرفته، لانه فوق كل معرفه وفوق كل ادراك. فهمت بقى المساله؟ ما تتقلش ان انا وصلت فين وانت رايح اسكندريه. فهمت ازاي؟ ده انت ذاهب الى ربك، بينك وبينه حجب كثيرة. وشرح هذه الجملة بإثباته في الكتب متعذر. ومن أحكام المريد إذا لم يجد من يتأدب به في موضعه، يعني لو ما لقاش الشيخ اللي في موضعه اللي يربيه، من أحكام المريد أنه هو إيه يسأل عن المشايخ المربين ويهاجر إليه، أن يهاجر إلى من هو منصوب في وقته لإرشاد المريدين، ثم يقيم عليه ولا يبرأ عن سدته إلى وقت الإذن حتى يأذن له. واعلم ان تقديم معرفة رب البيت سبحانه على زيارة البيت واجب. يعني ما تقدمش في بدايتك تقول انا اروح احج، اروح ازور بيت الله. معرفة ربك اولى من انك تحج الوقت، معرفة رب البيت اولى من ما ايه من زيارة البيت. فهمت ازاي؟ واعلم ان تقديم معرفة رب البيت سبحانه على زيارة البيت واجب، فلولا معرفة رب البيت ما وجبت زيارة البيت. والشبان الذين يخرجون الى الحج ثم زيارة البيت من هؤلاء القوم من غير إشارة إلى الشيوخ فهي بدلالات نشاط النفوس، فهم متوسمون بهذه الطريقة وليس سفرهم على أصل، اللي هو عايز يتسرع يعني. والذي يدل على ذلك أنه لا يزداد سفرهم إلا وتزداد تفرقة قلوبهم، وتزداد تفرقة قلوبهم، فلو أنهم ارتحلوا من عند أنفسهم لكان أحظى لهم من ألف سفرة. ومن شرط المريد إذا زار شخصا أن يدخل عليه بالحرمة وينظر إليه بالحشمة، فإن أهله الشيخ لشيء من الخدمة عد ذلك من جزيل النعمة. ونقف عند هذا الحد، ونحاول إن شاء الله، يبدو إن احنا مش هنعرف نخلص الرسالة إلا في قعدتين كمان ان شاء الله، فاحنا مش عارفين هنعمل ايه بعد كده. ها؟ عارفين ايه هنعمل ايه؟
سألت الدكتور علي؟ الدكتور علي كان بدأ منزل السعودية فترة. طب أنا هقول لك حاجة، أنا هقول لك حاجة، فالناس كلها بتتعب فنبتدي نمارس السعودية. طب أنا هقول لك حاجة، عندك ثلاث اختيارات، يا إما البخاري حيث انتهينا، يا إما باقة النفوس، يا إما المباحث الأصلية لابن البنا في القصر. خلاص يا مباحث الأصلية يا اعرض على الدكتور علي خليه يختار لنا عشان يبقى فيه بركة الإذن. قول الوقت الدكتور يسري كان مشغل في البخاري في المعتم ووصل لباب الديوان، فقال يكمله هنا في الأزهر مكان الرسالة، واخد بالك؟ بس فين هنا الدكتور احنا دلوقتي ماشي على البخاري؟ بيدي ايه؟ البخاري مش مواصلين بيقول برضه ما نقدرش نتعدى على المدرسة. طيب خلاص عندنا باقة النفوس وعندنا ايه؟ شكلك ماشي بتصور والواحد اللي بده تصور انت والدكتور محمد فهمي يعني ما احنا خلصنا كل التصور. ربنا يسهل. بيقول كل ما تذكره سيادتكم عن الصوفية فهو ما أمر به رسول الله ومطابقة للقرآن والسنة، وهي فلماذا سمى الصوفية أنفسهم صوفية ولم يسمحوا يسموا أنفسهم سنيين أو أهل السنة؟ وهل ممكن أن يكون رسول الله صوفي إذا كانت الصوفية مطابقة للسنة؟ التسمية دي تسمية حديثة أصلا، زي ما قلنا مثلا علماء الشريعة، هو أيام النبي كنا نقدر نقول عليه عالم الشريعة؟ نقول علماء الحديث، ينفع نقول النبي عالم الحديث؟ نقول علماء النحو واللغة، ينفع نقول على النبي عالم النحو واللغة؟ ينفع نقول على النبي فقيه؟ ما ينفعش. التسمية دي كلها تسميات حديثة. بس الناس اللي هم الإسلام ده عبارة عن الدين، الإسلامي عبارة عن إسلام وإيمان وإحسان، مش كده؟ فاللي تفرغوا لعلم الإسلام ثم علماء الشريعة، واللي تفرغوا لعلم الإيمان ثم علماء الكلام وعلماء التوحيد، واللي تفرغوا لأدلة العلمين ثم علماء الأصول، منهم محدثين ومنهم فقهاء في اللغة ومنهم علماء بعلم الرجال وغير ذلك. كويس. اللي تفرغوا لتحديد علم الإحسان اللي هو مراقبة الله عز وجل في أثناء ممارستك للإيمان والإسلام وتدرجات النفس في ممارسة الإيمان والإسلام، وابتدوا يوصفوا تدرجات النفس ومخارجها وعيوبها، دول سموا نفسهم الصوفية بس. لكن كلهم بيدوروا في فلك الدين بس اللي هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حدش خرج عن دين النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا علماء الشريعة ولا علماء علم الكلام ولا علماء التصوف بس. فده اسم حديث. ما علامات الوصول؟ علامة الوصول ألا علامة. يعني إيه؟ يعني علامة الوصول الحيرة، فيبدأ من حيث انتهى. هذه علامة الوصول. علامة الوصول أن يعود إلى ما بدأ منه من المواظبة على الفرائض والعبادات، ولكن لا بنفسه ولكن بربه. فبدأ أولا يعبد بنفسه، ثم انتقل بعد ذلك إلى العبادة لنفسه، ثم بعد ذلك العبادة لله، ثم ترقى للعبادة بالله، فعاد إليها مرة أخرى للعبادة بالله، فانتهى من إياك نعبد إلى إياك نستعين. دي علامة الوصول. فهمت إزاي؟ يعني بدأ بالآثار، خرج من الآثار إلى خالق الآثار والأدلة، ثم عاد منها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار. فلما عاد إليها بدأ في الظاهر كالمبتدئ، ولكن المبتدئ بنفسه وهو بربه. كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. يبقى عاد من حيث بدأ، ولكن عاد بربه وبدأ بنفسه. فهمت حاجة؟ سهلة، سهلة خالص. واحنا قلنا الدور اللي فات يعني ايه بتعبد لنفسك وبنفسك ولله وبالله، شرحناها بالتفصيل، اللي هي مقام اياك نعبد، اياك نعبد بنفسك ولنفسك، واياك نستعين لله وبالله. سهلة، هي سهلة في الكلام، لكن عايزة طول عمرك تبقى مراقب ربك. حذر، هو التصوف اصله مش علم وثقافة، التصوف سلوك ومعايشة. وعشان كده ممكن تلاقي ناس متخصصة في التصوف يقول لك رئيس قسم التصوف في الكلية الفلانية، ولا تجده صوفي لكنه حافظ تعريفات الصوفية كويس، مذاكرها كويس، ويمكن الصوفي نفسه اللي سالك ما يعرفش يقول زيه، لكن ده متعايش معاها. وده
حافظها ثقافة، فرق بين الثقافة وبين المعايشة. فهمت ازاي؟ ادي الحكاية كلها بدون ذكر اي اسماء، يعني زي واحد بالظبط قاعد بياكل وعارف طعم الاكل، واحد تاني طول عمره قاعد بيوصف ازاي تعمل الاكل وعمره ما دق اكله، فتلاقي التاني يعمل لك كتاب في الطبيخ قد كده والتاني ما يعرفش يكتب حتى اي طبخة، لكن كل كل الانواع ودق كل الانواع، قاعد قروبة كده فاهم كل حاجة لكن ما يعرفش يتكلم، من ذاك عرف. ففرق بين التصوف والثقافة. فاحنا للأسف احنا لما خلصنا الرسالة خلصنا كل التصوف ده، اننا نمشي بقى في التصوف. فبنقول هنا للشيخ عماد عايزين نبطل بقى كلام في التصوف لانه هيتحول الى ثقافة وليس سلوك، ونتكلم بقى في امور الدين المختلفة التانية علشان نطبق ما تعلمناه، لكن هو عايز يخلينا طول عمرنا في ثقافة التصوف. هنعمل ايه؟ هذا قدر الله. فهمت ازاي؟ فاحنا بودنا اننا نبتدي نتناول الشرع الشريف من وجهة نظر الصوفي، يعني نمسك مثلا سيد البخاري نقراه بقى من وجهة نظر المتصوف. يعني امبارح في خطبة الجمعة انا اتكلمت الناس على حديث الجليس الصالح والجليس السوء، وكلمناه من وجهة نظر الصوفي، اطلع كل الدين، طلع ان الحديث ده كل الدين، لان الجليس الصالح قد تكون انت يعني تفهم من الحديث ده ان الكلام موجه ليك انك تبحث عن الجليس الصالح، ممكن مش كده برضو، وطارئ عن الجليس السوء، وممكن تفهم من الحديث ده كمان انك انت ان لم تجد فكن انت الجليس الصالح ولا تكن انت الجليس السوء. وممكن تفهم من هنا وكمان حاجة تانية، ان الجليس الصالح ده لا اصلح من ربك، انا جليس من ذكرني، فيبقى تختار ذكر الله ليكون الله جليسك. وممكن تفهم من هذا الحديث ان الجليس الصالح هو الصاحب في السفر والخليفة في المال والاهل والولد، هو الله سبحانه وتعالى، هو الذي يصحبك في كل احوالك. ثم تفهم من ذلك ايضا ان الصاحب هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الجليس الصالح لا اصلح من النبي، فتكون بمعرفة سنته والتأسي بشريعته والتمسك بأزيال اهله وعترته. وقد تفهم ان الجليس الصالح ده قد يكون صديقك في العمل، فليكن جليسك في العمل صالح، فان لم يكن صالحا فكن انت الصالح حتى تصلحه وتحسن من حاله ومن شأنه وترفق به. وقد يكون زوجتك في البيت هي الجليس، فإن لم تكن صالحة فأصلحها واصبر عليه. قد يكون أولادك، وقد يكون جارك، وقد تكون نفسك التي بين جنبيك، فهي التي تجلسك ليل نهار ولا تفرقك حتى في النوم، فعليك أن تصلح نفسك حتى تصير جليس صالح وتخالف نفسك. أهو حديث النبي أهو رواه البخاري. شوف الصوفة ما يشرحه إزاي، وتيجي تقول لي في الاخر اصل هنا بيشرحوا مش عارف ايه. فهمت بقى الفرق؟ فاحنا عايزين نشرح البخاري عشان كده من وجهه نظر صوفيه. يعني صوفيه يعني ايه؟ من وجهه نظر السلوك في الحياه، النظره للحياه، ازاي احول كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده الى واقع في حياتي وتصرفاتي مع الناس ومع نفسي ومع اولادي ومع اهلي ومع جيراني ومع ربي، بيني وبين ربي، حتى يتحول كلام النبي ده الى واقع عملي مش ثقافه. ما تبقاش الحكايه ثقافه قاعدين نحفظها. فهمت ازاي؟ ما هو باب الجوع دوت احنا دخلنا كده على نص البخاري كله. ما يجراش حاجه، لما نخلص ده نبقى نجيبه من الاول لحد باب البيوع واللي فات مسجل. لكن على اي حال سالوا احد ائمه التصوف في المغرب في فاس زمان، قالوا له نريد ان تكتب لنا كتابا في التصوف، فكتب لهم كتابا في البيوع، لان بدايه التصوف هو ان تاكل الطعام الحلال، والطعام الحلال لا يكون الا من الرزق الحلال، فيجب عليك ان تتعلم كيف تبيع وتشتري من الحلال حتى يكون رزقك حلال، لان الله يقول يا ايها الذين امنوا كلوا من الطيبات ايه واعملوا صالح، كلوا من الطيبات واعملوا صالح، يعني لازم تاكل اول من الطيبات عشان تعمل صالح، يعني لو اكلت من الخبائث مش هتعمل صالح. شوف احنا رفيق فينا بس. طب انا هعمل ايه؟ انا هعمل ايه بس؟ انا بقول لك ان الناس فاهمه التصوف بطريقه غلط، فاهمه التصوف ده حاجه غير الاسلام، هو ده دين الله كله، هو اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله، هو ده التصوف اللي اتعلمناه. خلاص انا هاخد فهمت ازاي؟ وهروح اعرض عليه اقول له الوضع كذا كذا وتختار. واحنا هنشرح البخاري من وجهه نظر المتصوفه، بوجهه نظر صوفيه. فهمت؟ مش هنشرحه زي علماء الحديث. علماء الحديث لما بيجي يشرح الحديث بيجيب لك الرجال ويقول لك رواه فلان وفلان، وده ثقه وده صدوق وده من الطبقه الثالثه وقال عنه بالتقريب وقال عنه. احنا مش هنقول كده لان احنا ناس عوام، احنا عايزين كلام النبي يبقى لنا شفاء ونور، واخد بالك؟ بس لكن اهل التوثيق واهل الخبره في الحديث يتناولوا البخاري من جهه الحديث ومن جهه الثبوت، واحنا بنتناوله من جهه نور النبوه وكلام النبي. ادي المساله.
فهمت ازاي؟ ادي كل الحكايه. عايز مدرس الامتحان. ما انا بقول لك اللي حاصل. بلغني بعد كده انت هتدي ايه؟ هنكمل البخاري. بس كمل البخاري. بس باب البيوع. ابدا بالبخاري. ما انا بدات في البخاري اصلا بقالي سنتين وصلنا لباب البيوع. فانا هرجع تاني افضل طول عمري لحد ما اموت في لحد ما اوصل لباب البيوع. احنا دلوقتي هناخد من باب البيوع لحد اخر البخاري. اذا طال بنا العمر نجيب من اول البخاري لحد باب البيوع بعد كده. مش كده برضو احسن؟ لان الوقت احنا هنفتح البخاري من اوله. كل الطلبة اللي قاعدين هنا حضروا لبعض المشايخ في البخاري وما كملوش لحد. كل ما يجي شيخ يقعد يقرأ الاول خمس ستة فصول ويمشي. تيجي انت تقرأ على شيخ تاني نفس الفصول دي. تيجي على الثالث نفس الفصول دي. يبقى هنفضل طول عمرنا في باب الطهارة والنجاسة. هنخرج امتى من دورة المية؟ ما لازم ما نخرج من دورة المية علشان نواجه الحياة بقى. واحنا الوقت ما هنخرج من دورة المية هنروح كين؟ هنروح السوق نبيع ونشتري. ونبيع ونشتري يعني نكسب فلوس. الفلوس دي حلال ولا حرام؟ هشتري بيها اكل يبقى حلال ولا حرام؟ عشان احنا عايزين كله من الطيبات واعمله صالح. احنا عايزين كده. ادي كل الحكاية. والله تعالى اعلم. هنتجوز باب الزواج. هنتجوز. الصفر ما بيتجوز بيتجوز ازاي؟ وما بيطلق بيطلق ازاي؟ وما بيربي عياله بيربيهم ازاي؟ ما احنا قلنا ان الصوفي ده انسان كائن بائن. يقول لك كده كائن بائن، يعني كائن في وسط الخلق مختلف عن باقي الخلق. فازاي يبقى الصوفي ده فاهم الشرع بطريقه مختلفه؟ عشان تفهم ان الصوفي ده حاجه اصبح نادر الوجود في هذا الزمان. اللي هو يفهم كلام النبي يفهمه بطريقه مختلفه اعمق بكتير مما ايه يفهمه غيره. انا اديت لك مثال النهارده بالحديث بتاع الصحبه. يعني انا امبارح كنت بتكلم في الحديث ده فوجئت وانا على المنبر ان انا لقيت ان الحديث ده شمل الاسلام كله. لقيت نفسي مش هخلص الخطبه النهارده ولا بالليل. رحت اعطمت بقى وصلينا بقى، لان لقيته ان شمل كل حاجه. كان حديث واحد للنبي يكفيك في عمرك كله. والله كده. ده اعجاز بلاغي، اعجاز بلاغي في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ان كل واحد ياخد منه بعمق تفكيره بطريقه مختلفه عن الاخر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. جرب نفسك كده واسال. انت بتحب للناس ما تحب لنفسك؟ بتحب لاخوانك في عملك وزمايلك ما تحب لنفسك؟ ده بيقول لك لا يؤمن احدكم ايمان كامل. يبقى انت لسه بدري عليك. يبقى انت مش صوفي. لانك انت لا تراقب نفسك، لانك بتغير من الناس وعايز اللي في ايد الناس يبقى ليك، وعايز تنتقم من الناس، وعايز تنتصر على الناس، وعايز يبقى انت اللي معاك الحق بس والناس لا، وعايز الناس تعمل لك حساب وانت ما تعملش حساب لحد. يبقى انت لسه مش صوفي. يبقى انت مش فاهم كلام النبي. فهمت ازاي؟ هذه والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، ان شاء الله.